بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. طبعا بلتقي بكم لأول مرة بعد مباراة الذهاب بين الأهلي وسان داونز في البطولة الإفريقية، المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي أجريت على استاد القاهرة الدولي، في انتظار مباراة العودة إن شاء الله في بريتوريا يوم السبت القادم، ولكن في الساعة 3 عصرا على استاد لوكاس موريبي ملعب فريق سان داونز في بريتوريا في جنوب إفريقيا. طبعا بلتقي بكم في هذه المرة بعد هذه المباراة، وفي كلام كتير جدا ممكن يتقال على المباراة دي، لكن في نفس الوقت الميزة أن النادي الأهلي بدأ الاستعداد لمباراة العودة من اليوم. خلاص النادي الأهلي موجود حاليا في بريتوريا بعد الوصول لصباح اليوم في جوهانسبرغ، واستعداد خاص جدا لهذه المباراة المرتقبة. المباراة الماضية فيها تفاصيل كتيرة وفيها حاجات إيجابية كتير قوي ممكن نتكلم فيها من النهاردة لغاية يوم الخميس الجاي أو يوم الجمعة ليلة مباراة العودة إن شاء الله. لكن بالطبع الجهاز الفني واللعيبة والإدارة على نفس الحدث وعلى نفس السياق، استعداد خاص تام جدا لمباراة العودة، مباراة يوم السبت القادم إن شاء الله أمام فريق سان داونز. لكن في البداية طبعا فقرة الأخبار النهاردة هيكون معانا فيها شوية تقارير ومجموعة أخبار متعلقة بوصول البعثة، وهيكون معانا إن شاء الله لايف فيو ونقل مباشر وحي لكواليس البعثة إن شاء الله هناك من جنوب إفريقيا، عشان نطمئن على الحالة، على استعدادات الفريق، على كمان الحالة الفنية والحالة البدنية والحالة المعنوية بعد أول مران الفريق خاضه النهاردة في إحدى الملاعب الفرعية داخل فندق الإقامة في بريتوريا. كمان عندنا شوية تفاصيل متعلقة بمباراة العودة وأجواء مباراة العودة، وإزاي الناس هناك في جنوب إفريقيا بيستعدوا لمباراة العودة، خاصة أن المباراة الأولى في القاهرة كانت فيها بعض عناصر المفاجأة لفريق سان داونز ومسؤولي فريق سان داونز بطل جنوب إفريقيا. بعد فقرة الانترو والفقرة الإخبارية، طبعا الفقرة الحوارية النهاردة فقرة خاصة جدا وفقرة فيها تفاصيل مهمة، لأن هيشرفنا وينورنا كاتب صحفي وناقد رياضي دكتور إبراهيم داود مدير تحرير الكرة والملاعب، وبالتأكيد عنده تفاصيل متعلقة بمباراة الذهاب وأيضا الاستعداد الإعلامي لتغطية مباراة العودة من النهاردة لغاية إن شاء الله يوم السبت القادم. طيب النهارده التمرين كان فيه تفاصيل كتير وكان فيه اخبار كتيره، وقدامكم اياها على الشاشه كواليس حصريه ونقل حي وبث خاص وحصري للبعثه النهارده ان شاء الله في جنوب افريقيا اول مران في احدى الملاعب الفرعيه القريبه من فندق الاقامه استعدادا لمباراه السبت القادم. عندي تفاصيل كتيره وعندي كلام كتير عايز اقوله على مباراه العوده، لكن بسرعه اروح الى بريتوريا في بث مباشر على الهواء مباشره مع زميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي المصاحب للبعثة ومتواجد مع البعثة منذ أن سافرت بالأمس حتى إن شاء الله يعودوا بإذن الله يوم السبت القادم بتذكرة التأهل إلى الدور نصف النهائي. فاروق مساء الخير عليك والحمد لله على السلامة، وعايزك تطمني كده عن الأخبار المعنوية أهم حاجة بالنسبة للبعثة في التوقيت الحالي. كل التحية ليك زميلي محمد ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من جنوب أفريقيا، وبالتحديد العاصمة الدبلوماسية عاصمة جنوب افريقيا بريتوريا مقر اقامه فريق النادي الاهلي. خليني اقول لك حاله معنويه عاليه جدا بتسود فريق النادي الاهلي ومقر اقامه فريق النادي الاهلي. وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس لبعثه فريق النادي الاهلي ادى مزيد من ارتفاع الروح المعنويه للاعبي النادي الاهلي، ادى مزيد من الثقه للعبه النادي الاهلي. امور كتير وتفاصيل كتير ورسائل كتير زميلي محمد، يعني خلينا نبداها من البدايه، والبدايه دايما من مطار القاهره واتجاه الفريق الى جنوب افريقيا. طبعا زي ما كل جماهير النادي الاهلي عارفه وحضرتك عارف ان الاهلي وسان داونز الاثنين كانوا على طائره من القاهره الى جنوب افريقيا، شفنا حاله من الروح الرياضيه، يعني انا برضو عايزين ناخد منها عنوان ان شاء الله للمباراه، حاله الروح الرياضيه والاحاديث الجانبيه ما بين اللاعبين وايضا سلام اللاعبين مع بعض ومع افراد الفريق سان داونز وايضا لاعبي النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي طبعا الطائره اتحركت في تمام الساعه 11 مساء، وصل الفريق الى مطار جوهانسبرج في تمام الساعه 7 صباحا مطار جوهانسبرج، ثم استقل الفريق حافله من جوهانسبرج الى بريتوريا اللي بتبعد عن جوهانسبرج ب 65 كيلو، يعني المسافه محمد ساعه بالظبط. وصل الفريق الى بريتوريا سريعا، تم تسكين اللاعبين في الغرف، موعد الغداء كان في تمام الساعه 1 ظهرا،
ثم المران الاول، وكان لاعبي النادي الاهلي ومستر ريني فايلر حارس على اداء مران خفيف للاعبين زي ما انت قلت في احد الملاعب الفرعيه القريبه من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. قبل ما نروح للتدريب خليني اشكر من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي كل مسؤولي السفاره المصريه ممثله في معالي السفير شريف عيسى سفير جمهوريه مصر العربيه، مسؤولين اللي كانوا موجودين في مطار جوهانسبرج لتيسير الامور وتسهيل كل الاجراءات الخاصه بفريق النادي الاهلي، ايضا الكابتن سمير عدلي اللي كان سبق الفريق الى جوهانسبرج والى جنوب افريقيا كان متواجد في استقبال الفريق، ايضا الاستاذ حسام زكي المدير الاقليمي لمصر للطيران بجوهانسبرج كان في استقبال البعثه، ايضا الحاله اللي شايفينها حاله الثقه اللي عند اللاعبين والجميع هنا في جنوب افريقيا يعني في حاله من الثقه وفي حاله من الارتفاع الروح المعنويه، زي ما قلنا وجود الكابتن محمود الخطيب ادى رسائل كتير عند افراد الجاليه اللي كانوا حريصين ان هم يكونوا متواجدين في مطار جوهانسبرج لاستقبال فريق النادي الاهلي. نروح للتمرين يا محمد، المران كان في تمام الساعه الرابعه يعني تمرين خفيف فضل فيه مستر ريني فايلر انه يعمل فك العضلات. اتفضل يا محمد. طيب قبل ما اتكلم في التمرين اول حاجه بس انت المكان اللي طالع منه لايف دلوقتي ده داخل فندق الاقامه مظبوط؟ بالظبط يا محمد، احنا داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وانا عايز اقول لك ان الفندق يا محمد موجود في مكان بعيد تماما عن التجمعات السكنيه، حاله من الهدوء حاله من التركيز مفروض على مقر اقامه فريق النادي الاهلي، يعني تم اختيار هذا الفندق بعنايه شديده من فريق من النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي. ايضا من النقاط المهمه جدا يا محمد اللي لقت استحسان الكثير هي حرص النادي الاهلي على الحضور مبكرا الى بريتوريا والى جنوب افريقيا، من الامور اللي يعني ادت انطباع جيد عند الجميع في هنا في جوهانسبرج. طيب الجو عندك اخباره ايه؟ يعني انا طبعا سامع ان دلوقتي درجه الحراره او قريت يعني درجه الحراره حوالي 15 درجه مئويه، في سحب منخفضه، في امطار غزيره، الجو دلوقتي مش جو استوائي يعني مش جو حر وفي نفس الوقت مش جو ساقع يعني جو دافي، هل هيستمر الجو كده لغايه ميعاد المباراه يوم السبت ولا في تقلبات على مدار اليوم؟ لا خليني اقول لك يا محمد ان الجو درجه الحراره النهارده كانت 16 درجه مئويه، الامطار استقبلت فريق النادي الاهلي لدى وصوله الى مطار جوهانسبرج ثم من الانتقال الى بريتوريا، الامطار كانت في حاله غول مستمر، لكن خلينا اطمنك واطمن جميع جماهير النادي الاهلي ان درجه الحراره المتوقعه غدا بمشيئه الله 24 درجه مئويه، النهارده كان اخر يوم طبقا للطقس في بريتوريا لسقوط الامطار، بدءا من الغد درجه الحراره هتكون في ارتفاع، ودرجه الحراره يوم المباراه بمشيئه الله يوم السبت هتتراوح ما بين 22 ل 24 درجه مئويه، فانا بطمنك يا محمد الجو هنا اكثر من رائع والظروف ان شاء الله مهيئه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي ان احنا نحقق الانتصار وننتزع ان شاء الله تذكره المرور الى نصف النهائي. طيب فندق الاقامه اللي موجود فيه البعثه الاهلي نزل فيه اكثر من مره، يعني الفندق ده الاهلي نزل فيه اكثر من مره لما بيكون متواجد في بريتوريا، حتى في مره من المرات لما كان هيلاعب فريق سوبر سبورت في مدينه ثانيه الاهلي كان حريص انه يقعد في هذا الاوتيل في بريتوريا. مدير الأوتيل مصري، فكل العوامل اللوجستية داخل فندق الإقامة مساعدة البعثة بشكل كويس، في كمان شيف موجود مع البعثة ولا عشان مدير الأوتيل مصري فيبقى في استعانة ببعض الأمور هناك داخل الأوتيل، لأن الأوتيل كمان مش غريب على بعثة النادي الأهلي وسبق للبعثة أن هي نزلت فيه حوالي 3-4 مرات قبل كده. يعني انا بحييك يا محمد فعلا على المعلومه ان فعلا مدير الفندق هنا المصري متواجد في جنوب افريقيا منذ 17 عام، الجميع هنا في الفندق كلهم عارفين لعيبه النادي الاهلي ومتذكرين لعيبه النادي الاهلي، يعني في حاله يعني تقدر تقول ان في حاله من الهدوء والثقه من لعيبه النادي الاهلي والارتياحيه في اختيار هذا الفندق، زي ما انت وضحت وقلت ان النادي الاهلي حريص ان هو يكون متواجد في هذا الفندق، كل الظروف ان شاء الله داخل الفندق مهيئه. عايز اقول لك كمان يا محمد ان الفندق بيبعد عن ملعب المران اللي هيأدل عليه النادي الاهلي مرانه غدا يعني 20 دقيقه، لملعب تو سواني اللي هو ملعب الكليه التكنولوجيه اللي هيستمر النادي الاهلي في اداء مرانه عليه حتى يوم الخميس، ثم اداء مرانه على ملعب لوكاس موريبي اللي هيستضيف اللقاء يوم الجمعه، وده ايضا بيبعد عن المقر اقامه فريق النادي الاهلي بحوالي يعني من 15 ل 20 دقيقه. أم أيضا يا محمد أنا معي في هذه الأثناء أحد أفراد الجالية المصرية الأستاذ محمد السروجي كابتن طيار متواجد معانا هنا
كابتن محمد، انا كل تحياتي للاستاذ محمد سعيد وكل جماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي. النهارده عايزين نعرف استقبالكم لفريق النادي الاهلي كواليس الفريق هنا في بريتوريا، عايزين نطمن الجمهور اكتر على حاله الفريق، الحاله المعنويه، ووجودكم بيدى دافع كبير جدا للاعب النادي الاهلي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من اول القرعه واحنا عارفين النادي الاهلي ان شاء الله هيجي جنوب افريقيا، كنا بنستعد بشكل كبير جدا. النهارده كان يوم كبير جدا بعد استعدادات كبيره جدا من كل الناس كلها، يعني متاهبه للمباراه، مباراه كبيره جدا. اعتقد ان هي دي مفتاح البطوله، يعني مباراه البطوله بمعنى اصح، لان دايما الفرق الافريقيه بنعاني قدامها لان بتلعب كوره، الجماهير هنا تحب الكوره وتقف جنب فريقها بشكل كبير جدا. طبعا كان كل الناس موجوده النهارده بتستقبل النادي الاهلي، ده شيء طبيعي وعادي. كل الناس مجرد ما تسمع اسم النادي الاهلي سواء على الصعيد الافريقي او الصعيد العربي او الصعيد العالمي بشكل عام، الناس كلها طبعا بتتمنى تحضر اي مناسبه بيبقى موجود فيها النادي الاهلي. اتمنى ان كل ده يعود على الفريق، ان شاء الله اللعيبه تعمل اللي عليها في المباراه ونقدم مباراه كويسه جدا. تذكرة العبور الفاينل وبعد كده البطولة ان شاء الله. محمد سعيد قال لي ان يعني هو معلومه مهمه جدا ويعني متعودين عليها، وانت دايما ملازم لفريق النادي الاهلي هنا في بريتوريا، ان الفندق ده لان لعيبه النادي الاهلي معتادين عليه ومتعودين عليه، ومدير الفندق هنا المصري. كلمني عن هذه الامور ويعني استعدادهم لاستقبال فريق النادي الاهلي. والله اول ما جينا هنا الاوتيل طبعا كان جه النادي الاهلي هنا اكتر من مره، خصوصا لما بنبقى بنقابل سان داونز لان ملعبهم هنا موجود في بريتوريا. فطبعا الناس مجرد ما بتسمع النادي الاهلي جاي هنا الاوتيل او بريتوريا بشكل عام، الناس بتبقى يعني بتقدم اقصى ما يمكن تقديمه للنادي الاهلي. طبعا موجود هنا باستمرار استاذ محمد سعد، كان كل الاجراءات خلصت في اقل وقت ممكن، وكل الناس يعني ما كانش في اي مشاكل، ما كانش في اي عوائق قابلتنا في الترتيبات. اعتقد كل ده هيعود بشكل كويس جدا على اللعيبه وعلى المعسكر بشكل عام. يعني اخيرا عايز اسالك كاحد افراد الجاليه المصريه عن استعدادكم ليوم المباراه، قول لي هتجمعوا بعض ازاي، واكيد في تذاكر للمباراه، كلمني عن يعني على استعدادكم ليوم المباراه. والله احنا بنستعد من امبارح، ازاي هننظم يوم المباراه، ازاي هنسهل على الناس انها توصل للاستاد بشكل سهل ان شاء الله. الناس كلها بتسال من النهارده على التذاكر حضور المباراه، الناس كلها عايزه تحضر، الناس كلها عايزه تأذر النادي الاهلي، الناس كلها في ظهر النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون في حضور كبير يوم المباراه، وبنستعد وان شاء الله باذن الله نكون كلنا موجودين في المباراه باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا استاذ محمد. برجع لك مره ثانيه يا زميلي محمد، عايز اقول لك برضو من الامور اللي يعني نتكلم فيها تناول وسائل الاعلام في جنوب افريقيا عن المباراه وحديثهم عن مباراه الذهاب. يعني النهارده مستر موسيماني في وسائل الاعلام في جنوب افريقيا تحدث عن اللقاء الذهاب لما سئل على نتيجه اللقاء، وقال دي نتيجه متوقعه امام فريق بحجم قيمه النادي الاهلي، خاصه في حضور جمهور النادي الاهلي. اعتقد ان الهزيمه ب 2-0 امام النادي الاهلي ده كان اقل ما يمكن تحقيقه في ظل هذه المباراه، وفي ظل حاله الفوقان اللي عليها فريق النادي الاهلي والاداء الجيد اللي بيقدمه فريق النادي الاهلي. ايضا اتكلم عن وجود جمهور النادي الاهلي وكان ليه ضغط، كان عامل ضغط كبير جدا على فريق سان داونز، لكن هو برضه في نفس الامر اتكلم على ان هو منتظر لقاء الاياب، وهي يعني بيمني النفس ان هو يحقق نتيجه قدام النادي الاهلي، وده امر احنا طبعا يا محمد لا نتمنى هذا الامر ان شاء الله. ان شاء الله نحقق الفوز ونحقق تذكره الذهاب ان شاء الله الى الدور نصف النهائي، ويكون معانا البطاقه ان شاء الله، ونكمل المشوار نحو المباراه النهائيه نحو البطوله باذن الله. انا معاك يا محمد. التدريبات من بكره النهارده اوكي، التدريبات
من بكره لغايه يوم الخميس مش يوم الجمعه، يوم الجمعه هيكون على ملعب المباراه لوكاس موريبي، لكن من بكره الثلاث لغايه يوم الخميس هيكون التدريب في نفس توقيت المباراه الساعه 3، ولا الجهاز الفني محدد البرنامج ازاي الفتره الجايه؟ لا خليني اقول لك بالفعل يا محمد، مران فريق النادي الاهلي حتى ليوم الخميس هيبقى على ملعب توس وان اللي هو ملعب الكليه التكنولوجيه، ثم يوم الجمعه هيكون على ملعب لوكاس موريبي، غدا المران هيكون في تمام الساعه 3، وده الموعد اللي هيحدد يعني من البدايه حدده فريق النادي الاهلي لمرانه في يعني خلال الايام القادمه ان شاء الله. الفريق يعني يومه غدا بمشيئه الله هيكون وجبه الافطار في تمام الساعه 8 صباحا، ثم وجبه الغداء في تمام الساعه 11 ونصف ظهرا، ثم التحرك الى ملعب المران ملعب توس سواني في تمام الساعه 2 ونصف ظهرا، ثم المران هيكون في تمام الساعه 3 عصرا، وده الموعد اللي حدده فريق النادي الاهلي لمران، اللي ان شاء الله يكون يعني الميعاد ده محمد هيكون ثابت بمشيئه الله خلال كل الايام القادمه بمشيئه الله. اكيد. عايز اقول لك نقطه ثانيه يا محمد برضو، يعني احنا بنتكلم الحديث يذكر ان هنا في بريا تم طرح تذاكر المباراه من امس، واقبال كثيف من جماهير صن داونز على شراء تذاكر اللقاء، يعني تقدر تقول الملعب بيتسع ل 25,000 متفرج، اقبال شديد من جماهير صن داونز هنا في بريتوريا اللي هي تعتبر معقل فريق صن داونز على هذا في هنا في بريتوريا، اللي اقبال كبير على شراء تذاكر المباراه. اللقاء الذهاب بيركزوا في المباراه الثانيه، زي ما قلنا هي مباراه عباره عن شوطين، شوط اول. انا كمان محمد انا عايز يعني ايه نستغل الوقت ده، ومعانا الكابتن سامي قمصان المدرب. تمام كويس. مدرب فريق النادي الاهلي الكابتن سامي، خليني ابارك لك على مباراه الذهاب ونقول صفحه واتقفلت، لكن عندنا مباراه ثانيه صعبه جدا امام فريق صن داونز، قول لي استعدادنا للمباراه القادمه بمشيئه الله ازاي؟ زي ما انت قلت مباراة صعبة، فات منها شوط لكن ناقص الشوط الأصعب. استعدينا كويس زي ما انت شايف، ان احنا جايين بدري شوية عشان نتأقلم على الجو كويس. انت عارف ان جنوب افريقيا مرتفع عن سطح البحر، فمهم جدا ان انت تيجي تتأقلم، والحمد لله دي من الحاجات الإيجابية ومن الدروس برضو اللي احنا اتعلمناها من السنة اللي فاتت. كان السنة اللي فاتت كنا جينا قبلها بيومين ثلاثة أثرت علينا شوية وعلى أدائنا، لكن اعتقد ان كان قرار كويس جدا بالنسبه لنا ان احنا نيجي بدري شويه نتاقلم شويه، يبقى في تركيز، يبقى في ان انت تلم الفرقه، واعتقد ان دي ان شاء الله بيكون لها مردود كويس لنا باذن الله. كابتن سامي، وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واحد اساطير كره القدم المصريه الافريقيه رئيسا للبعثه، اعتقد بيوصل الكثير من الرسائل ليكم كجهاز فني وللاعبين وايضا لينا احنا ولكل جمهور النادي الاهلي. طبعا انت بتتكلم على رمز من رموز الكره في مصر، رئيس مجلس الإدارة، وراجل طبعا على يعني اكبر من الواحد يتكلم عنه، يعني بدينا مسؤوليه كبيره، بتدي اللعيبه برضو نفس القصه كده، هو عايش معانا وفي اوقات كتيره بيتكلم مع اللعيبه ويتكلم مع الجهاز. اعتقد ان شاء الله مسؤوليه تكون قدها واللعيبه تكون قدها، ونحقق ان شاء الله طموح جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. محمد سعيد عايز يوجه لحضرتك سؤال، معاك يا محمد، السؤال توجهه للكابتن سامي قمصان. اولا تحياتي للكابتن سامي وتحياتي للجهاز الفني على الشكل التكتيك والشكل الفني اللي ظهر بالفريق في مباراه الذهاب واللعب على نقاط القوه والضعف الفريق صن داونز، لكن بعد الوصول الى جنوب افريقيا الجماهير محتاجه تطمن على حاله ثلاث لعيبه، معلول واجايي واحمد فتحي. كابتن سامي، محمد عايز يطمن على حاله علي معلول واجايي واحمد فتحي، وعايزين نطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله الثلاثي قبل مباراه الاياب. يمكن معلول كان عنده كدمه كده في الاماميه، اعتقد النهارده عمل استشفاء كويس واشتغل شويه شغل يعني علاج طبيعي، وما كانش معانا في التدريب، لكن ان شاء الله بكره ان شاء الله يكون معانا في التدريب. نفس القصه فتحي وجونيور، اجهاد شويه لكن النهارده الحمد لله برضه فكوا معانا في التدريب، وان شاء الله يكونوا الثلاثه جاهزين ان شاء الله يشاركوا. مستر موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز النهارده في تصريح قال نتيجه لقاء الذهاب وان احنا تهزمنا امام النادي الاهلي بهدفين هي نتيجه متوقعه في ظل حاله الاداء الجيد من لاعبي النادي الاهلي وايضا وجود جمهور النادي الاهلي. تعقيبك على الكلام ده ايه، خاصه ان مستر موسيماني في الفتره الاخيره يعني زي ما كلنا والوسائل الاعلام بيقول بيميل شويه للتنويم المغناطيسي.
هو راجل بيشتغل نفسي كويس، يمكن اثر علينا برضو السنه اللي فاتت جدا تصريحاته، لكن اعتقد ان احنا الحمد لله استوعبنا الدرس الحمد لله يعني، وبيتكلم النتيجه طبيعيه، ودي فعلا في الكوره طبيعيه يعني. انت بتتكلم عن النادي الاهلي بطل افريقيا وبطل القرن واكثر نادي في افريقيا حقق بطولات في افريقيا، فاعتقد ان انت بتتكلم لما بيكسب اي فرقه فده طبيعي، لكن احنا برضو عندنا ما خلصناش مهمتنا، عندنا مهمه اصعب زي ما هو يقول كده نفس القصه. احنا بنحترمهم جدا ونقدرهم جدا، عارفين ان هم فرقه مميزه، عارفين ان هم عندهم قدرات كويسه، عندهم سرعات كويسه على ملعبهم، فرقه شرسه، لكن اعتقد ان شاء الله يكون ربنا يكرمنا ووفقنا، وان شاء الله نحقق ان شاء الله الهدف من السعود ان شاء الله. حسام، من الامور المهمه جدا ان شايف ان اللعيبه وجنتو جهاز فني لقاء الذهاب خلاص اتطوت صفحته، اللعيبه عندها تركيز مش لمجرد ان انا يعني هاخد التذكره وفقط للدور نصف النهائي، لا انا عايز بطوله افريقيا عشان افرح كل جماهير النادي الاهلي. طبعا، لكن خلينا نتفق ان دي خطوه، احنا ما نفكرش في اللي بعد كده، نفكر في الخطوه اللي احنا فيها دلوقتي يعني. مباراه تاهلنا، مباراه اقصائيه، مباراه مهمه جدا، مباراه عاوز تاكد فيها جدارتك وتاكد ان انت نادي جدير ان انت تصعد، وده ان شاء الله حق من حقوقنا يعني. فاعتقد ان شاء الله اللي هي خطوه نحو اللقب، لكن هتكون خطوه مهمه جدا بالنسبه لنا ان شاء الله. كابتن سامي، بشكر حضرتك، ان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي، ابارك لك ان شاء الله ومبارك لكل جماهير النادي الاهلي عقب المباراه والصعود ان شاء الله لمباراه النصف النهائي ان شاء الله. شكرا وتحياتي ليك وتحياتي لمحمد كريم. محمد، اعتقد الكابتن سامي امصان افاض واستفاض وقال الكثير، وطمنك وطمن كل جماهير النادي الاهلي على حاله لعيبه النادي الاهلي، على حاله بعثه النادي الاهلي. يتبقى فقط يا محمد دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا يلي ونتو بالتاكيد. فاروق صلاح زميلنا ومراسلنا في بريتوريا مع بعثه فريق النادي الاهلي، بجد بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى كل هذه الايضاحات ولقاءات مهمه حتى مع الكابتن سامي امصان مدرب الفريق في هذه اللحظه، والاستعداد ان شاء الله لمباراه يوم السبت القادم. بكره ان شاء الله وبعده الايام الجايه ان شاء الله هنكون معاكم برضو في بث حي مباشر، قدر الامكان بنحاول نطمنكم على استعدادات الفريق، اخبار الفريق، جاهزيه الفريق ان شاء الله لمباراه العوده يوم السبت القادم. قدامكم الصوره اللي قدامكم دي، ده تدريب في ملعب فرعي قريب من فندق الاقامه، من بكره هيكون تدريب في ملعب تاني خالص، عشان بس الناس اللي بتقول الملعب مفتوح وسهل جدا ان حد يتفرج ويتابع المران ويشوف ازاي الفريق بيشتغل على مباراه يوم السبت، لا يا جماعه، ده ملعب في احدى الحدائق بجوار الاوتيل، ده ملعب استشفائي خفيف من طول رحله السفر، محتاج تعمل فك عضلات، محتاج تعمل تدريب استشفائي خفيف، لكن التدريبات اللي بجد هتبقى من بكره ان شاء الله الساعه 3 العصر في احدى الملاعب التابعه لاحدى الجامعات الكنديه في بريتوريا ان شاء الله، وهيكون تدريب بقى في مكان مقفول ومكان مغلق، ويقدر ان شاء الله الجهاز الفني يشتغل على مباراه السبت القادم. طيب، النهارده كان في بعض العناوين السريعه والاخبار المهمه جدا، وحتى كانت بيانات مهمه من النادي الاهلي بخصوص مباراه السبت الماضي. الاهلي شكر وزير الداخليه ورجال الشرطه بعد نجاح لقاء سان داونز، وكل الشكر والتحيه للوزير محمود توفيق وزير الداخليه ورجال الشرطه على الجهد الكبير اللي بذلوه في مباراه الذهاب امام سان داونز، وتحمل رجال الشرطه العيب الاكبر وكان لهم الدور البارز في نجاح المباراه وخروجها بالشكل الحضاري اللائق. كمان مجلس الاداره وجه الشكر الى وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي على مساندته لفريق الاهلي في مشواره الافريقي والجهود الكبيره التي بذلها للتواصل مع كل الجهات المعنيه لاقامه هذه المباراه على استاد القاهره بدلا من استاد السلام. كمان كل الشكر وكل التحيه من اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي الى جماهيره التي لم تخسر الرهان في هذه المباراة، مباراة سان داونز لقاء الذهاب، والصورة الرائعة التي شهدها استاد القاهرة من خلال سيمفونيات العزف والتشجيع المثالي والمؤازرة الجميلة والجماهير الوفية اللي كانت موجودة في استاد القاهرة للوقوف بجوار الفريق في هذه المرحلة الهامة جدا والمصيرية بالنسبة للبطولة الإفريقية. آخر خبر أختم به فقرة الأخبار وفقرة الانترو، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منذ ساعات قليلة أو دقائق قليلة أعلن عبر موقعه الرسمي قبول استقالة معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. طبعا حتى هذه اللحظة الاتحاد الإفريقي لم يعلن بشكل رسمي الأسباب التي دعت إلى استقالة معاذ حجي السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، ولكن في نفس الوقت هناك أسباب لها علاقة بالأحداث التي حدثت خلال الفترات الماضية والتي تحدثت عنها أبرز الوكالات العالمية في أوروبا وفي العالم بخصوص بعض التقارير التي نشرت في حق الاتحاد الإفريقي ومسؤوليه. بشكل عام بيان السيد معاذ حجي الذي نشر اليوم أو منذ دقائق قليلة عبر الموقع الرسمي بيوجه فيه
الشكر إلى رئيس الكاف أحمد أحمد وحرصه على إتاحة الفرصة له على خدمة الكرة الإفريقية وقارة القارة الإفريقية في هذا المنصب. وفي نفس الوقت بتمنى الإصلاحات الإدارية اللي بتتم داخل الاتحاد الإفريقي خلال هذه الفترة منذ عام 2017 تستمر في الفترة القادمة. لكن بشكل عام السكرتير العام تقدم باستقالته، مديرة الشؤون القانونية أشتى صالح تقدمت باستقالتها منذ حوالي أسبوع 10 أيام، فبالتالي في جملة استقالات في المناصب الرئيسية والمناصب التنفيذية داخل الاتحاد الإفريقي. مدى تأثير هذا على دولاب العمل في الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة وتحديدا قبل انعقاد الانتخابات بعد سنة من الآن، ده هيتضح خلال الفترة القادمة. هل هناك مسؤولين آخرين في المنصب التنفيذي وفي المكتب التنفيذي سيتقدمون باستقالات، وفي المنصب النائب العام حتى النائب الثالث أو حتى رئيس الكونفدرالية؟ ده هيتضح خلال الفترة القادمة. لكن بشكل عام هناك بعض الأمور الغير واضحة في بعض المناصب الرئيسية داخل الاتحاد الإفريقي في هذه الفترة، سواء باستقالة مديرية الشؤون القانونية أو حتى استقالة السكرتير العام، وهنشوف المشهد خلال الفترة القادمة وهل هيكون ليه تأثير سلبي على انتظام المسابقات الإفريقية، على وضع مسابقات الأندية الإفريقية في الفترة القادمة، على اختيار ملعب نهائي إفريقيا، على التحكيم الإفريقي في الفترة الجاية. كل ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية، في ظل ان احنا بالتأكيد مهتمين جدا بهذا الملف مع حرص النادي الاهلي على الاستمرار في هذه البطولة والوصول ان شاء الله الى ابعد مكان واللعب على النهائي ان شاء الله خلال الفترة القادمة. اكتفي بهذا القدر، وبعد الفاصل دكتور ابراهيم داود الناقد الرياضي ومدير تحرير الكرة والملاعب ضيفا على برنامج الاهلي ليلة في الفقرة الحوارية الاولى. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفنا بينورنا فيها دكتور ابراهيم داوود الناقد الرياضي والكاتب الصحفي ومدير تحرير الكره والملاعب. دكتور ابراهيم اهلا بيكم، نور الدنيا. انا بسعد دايما باللقاء معك يا استاذ محمد على شاشه قناه الاهلي بيتنا، وكل التحيه لجماهير والنادي الاهلي ومشاهدي القناه ان شاء الله. بسعد كمان باللقاء معك بعد مباراه بصراحه الكل بيعتبرها ان الاهلي قدم افضل مباراه في البطوله الافريقيه منذ بدايتها حتى الان في لقاء الذهاب 2-0 على سان داونز. من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من ناحيه اراده الفوز، مسلح بجماهير، شكل حلو قوي 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 قوي، خاصه في الشوط الثاني كانت ممكن تضعف النتيجه بسهوله جدا. كنا ممكن نخرج بالخمسه ثاني. في كل الاحوال الاهلي خرج من ده وهو رد الاعتبار، انما رد الاعتبار الحقيقي هو اللي منتظره جمهور الاهلي ان شاء الله يوم السبت الجاي في لقاء الثالثه مساء ان شاء الله، ان هو يكون الفارس الاول المؤهل باذن الله للدور قبل النهائي. طيب قبل ما ادخل في التفاصيل الفنيه، في مشاهد كانت مميزه جدا في هذه المباراه، مشهد الجماهير، المشهد الامني في الحفاظ على شكل الملعب وشكل الجماهير والتنظيم اللي حصل في المباراه، حتى النادي الاهلي تفاعل مع هذا الامر، شكر لوزير الداخليه، شكر لوزير الشباب والرياضه، شكر لرجال الشرطه على الدور اللي قاموا بيه، وشكر للجمهور بالتاكيد طبعًا على الالتزام طبعًا والمسانده اللي ظهرت فيها هذه المباراه. ان الجماهير الاهلي دائما عند الموعد. الاهلي محتاج جمهور مساند ومؤازر وملتزم. جمهور مساند ومؤازر وملتزم ولا يخرج على النص، وهذا ما كان عليه مشهد الجماهير في هذا اللقاء، كان عند الموعد تماما. المشهد الأمني غير مستغرب تماما، برغم أنه هو فتح ل30 ألف، ولو كان فيه في الاستاد 100 ألف. الأمن بصراحة بيقدم كل يوم رسالة جديدة لكل الشعب المصري، أنه هو فعلا صمام الأمان الحقيقي للدولة المصرية جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة. وزير الرياضه يعني بصراحه في الاونه الاخيره، هو الراجل منذ لحظه التوجه لبيت الكابتن محمود الخطيب في الازمه المفتعله اياها، وهو بيحاول دائما وابدا ان هو يعني يقوم باللي عليه. الاهلي لما بيكون محتاج حاجه وهي حقه
بيحاول ان هو يديها له اذا كانت القصه متعلقه بالدوله المصريه، وهو في كل الاحوال بيحاول ان يكون بمنأى عن قصه التدخل في امر كره القدم، باستثناء ما سمعناه في الـ في الـ في, الـ في الساعات الاخيره عن تشكيله للجنه معنيه بكره القدم. الحقيقه يعني برغم يعني الاسماء اللي موجوده فيها ان اسماء عظيمه وكبيره كل حاجه، لكن برضو الدنيا مش واضحه مبهمه في عمليه اختصاصات هذه اللجنه، واما اذا كانت هي استشاريه فقط طيب بتشير على الوزير بايه. لكن القصه هيكون لها مردود على حال كره القدم المصريه ايه، هو أكيد. ده الاهم، هو ده اللي هنتناقش فيه. هنتناقش فيه اكيد طبعا. طيب الجمهور بقى عمل سيمفونيه غير طبيعيه، والمشهد اللي انا شفته في الاستاد، انا كنت موجود في الماتش، اول ما الجمهور دخل بالطبله والامور اللي هي التشجيعيه اللي بيشتغلوا عليها، عايز اقول لك ده دب حماس كبير جدا لدى الجماهير، والمشهد ده كان قبل المباراه بحوالي ساعه ونص ساعتين. في لغه السينما بيقولوا حاجه فيها اسمها الماستر سين. اه الماستر سين ده في اللحظه اللي تسلل نوع من، مش هقول الاحباط، لا، نوع من ان انا ممكن الفوز ده يتاخر قوي في الدقيقه 39 من الشوط الاول بالذات تحديدا في اللقطه دي، لما تحول الملعب كله لخليه نار بتشجع وبتهتف، وكل الهتافات المحفزه للاعيبتي ده اتحرك الحجر يا راجل. في اللحظه دي انا توقعت في الشوط الثاني القصه هتختلف تماما، وده اللي فعلا رايناه في الشوط الثاني، طبعا مدفوعه بالتغيرات الفنيه لمستر فايلر واراده الفوز اللي كانت عند لعيبه الاهلي، وهي شايفه الجمهور ده كله المحيط، يعني 30,000 في الاستاد ممثلين يمثلوا ايه، نقول واحد على من 10 من 100 من ألف. بتاع من 1000 بالظبط، حسابات معقده جدا ل 75 78 مليون طبقا لاخر الاحصائيات من الشعب المصري أهلاوي. كان موجود على الشاشه التلفزيون او على الراديو او بيتابع حتى على موبايله لو ما كانش وصل لشاشه التلفزيون في التوقيت ده. الجمهور كمان حته الهتافات كلها منصبه على هدف واحد بس، النادي الاهلي بالظبط. مفيش الخروج على النص، ما قلدناش غيرنا لاول مره، احنا بنقول احنا حاجه وغيرنا حاجه. كمان البراند الكبير قوي 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 اللي اسمه كابتن محمود الخطيب، بغض النظر ان هو رئيس النادي الاهلي، لما تشوفه حاضر في المقصورة يضغط كل انفعالاته وكل مشاعره، ها، لحظة القلق وكل الناس بتهنيه على ضربة الجزاء، ها، هو مستني ها، الى ان احرزت ضربة الجزاء وسجل الهدف الثاني، ها، يعني مصادرة منه من انفعالات معبرة عن قيمته وقامته، وكمان حبه الكبير للنادي الاهلي، حبه الكبير للنادي الاهلي برغم كل ظروفه الصحيه، ان هو يتحمل رحله لمده 9 ساعات، انا بشوفه ده بقى الماستر سين في مباراه العوده. وجود الكابتن محمود الخطيب على راس الباسه ادى زي ما بيقولوا بلغه الجيش كده تعظيم سلاح، يعني كله خلاص اتشد بقى، كله مركز، كله عارف انه طالع في مهمه. ده الراس الكبيره او رئيس النادي او رمز النادي موجود فيها، احنا مش كمان لاول مره من، يمكن ان سمحت لي الذاكره، يعني انا بقول ان من اكتر من 15 سنه الاهلي لم يذهب مبكرا للقاء فريق قبل موعد المباراه ب 120 ساعه. ما حصلتش فعلا على مدار، يعني انا انصحت الذاكره، انا بقول من ايام مستر مانويل جوزي اعتقد في الرحله اللي هي كانت بتاعه سان داونز 2001، يمكن ان اسعفتني الذاكره، كانت 4 ايام، كانت 96 كان ساعه، كان السفر يوم الثلاث والماتش كان يوم السبت، مظبوط. فهي المره دي اطول، مده اطول، يعني احنا بنتكلم في 19 سنه لم يتحقق هذا. بعض الناس بيقولوا بيبقى في مخاوف من الملل، من التشبع نتيجه طول المده، لكن لما تبقى متقسمه صح وبناحيه علميه صح، انت بتعيش الاجواء والساعه البيولوجيه، مش بس في قصه ان احنا نفس التوقيت، انما الساعه البيولوجيه في المباراه نفسها، زي ما بتلعب مباراه في الجونه في وضح النهار، او في مباراه في اسوان في الساعه 3 العصر. هو زي ما يكون مثلا الطالب اللي واخد اجازه وخلص الاجازه وداخل على المدرسه،
طول فتره الاجازه بيصحى لغايه الساعه 1 او 2 بالليل وبيصحى للساعه 12 الظهر. فجاه لما يخش المدرسه هيلاقي نفسه محتاج يصحى الساعه 6 الصبح. طب هو اصلا بينام الساعه 2 بالليل هيصحى 6 الصبح ازاي؟ فمحتاج او يعكسها وبقى عنده بقى مدرسه ليليه مثلا بالساعه 6 7 فتره صباحيه وفتره مسائيه بتاخد مجموعه وقت وقت شويه لغايه لما بتظبط ميعاد نومك وميعاد صحيانك. في حته الذهاب المبكر بيدي نوع من التركيز اكتر. معسكر احسن مكان اتعمل معسكر بعد اللقاء وكان في معسكر محلي. انت عايش الاجواء، انت عايش اجواء الجماهير اللي هناك بحلوها بمرها، عايش الطقس. شفنا شويه الامطار اللي كانوا موجودين بس مع اجواء صيفيه، يعني انت عارف ان احنا عكس اللي موجود عندنا دلوقتي، الشمال غير الجنوب في درجات الحراره بس الرطوبه هناك يعني درجه معقوله. يعني الجو هو بس نسبه الاكسجين ممكن يكون اقل شويه مننا لان هناك بريتوريا اعلى شويه من حتى من جوهانسبرج، يعني من 1500 ل 2000 كيلومتر، فنسبه الاكسجين قليله شويه. متر مش كيلومتر، كيلومتر يعني 1.5 كيلومتر. لا 1500 كيلومتر فوق مستوى 1500 كيلومتر. يا ده كتير قوي. 1500 كيلومتر، انا مش بتاع جغرافيا بس بالتالي يمكن ترتفع مستوى البحر 1500 متر، لكن 1500 كيلو متر ده كتير قوي. هي تبقى بالمتر ولا بالكيلومتر؟ لا بالمتر. بالمتر يبقى بالمتر. يبقى بالمتر. ماشي. طيب احنا نرجع تاني ان الكابتن محمود الخطيب عمل الهوم ورك بتاعه، اذا كان رئيس النادي عمل الهوم ورك بتاعه بل ما هو اكثر مما هو مطلوب منه في ظروفه الصحيه. طيب ايه اللي مطلوب بقى من اصغر لعيب في الفريق؟ تعال نسأل نفسينا بقى مثلا. خلاص انا بقيت بقى خلاص كله الميشن ده، المهمه دي خلاص انا قدامي، انا كسبت في الشوط الاول او تقدمت في الشوط الاول بهدفين، يبقى انا مطلوب مني في الشوط الثاني ان انا احافظ نمره واحد على الهدفين. تمام. ان انا اقلل كل الخسائر الممكنه اللي ممكن اتعرض لها، ان انا هواجه حكم لا تقلق، حكم يعني اخطاؤه جسامه مش اسمه بس ان هو جسامه، انما قصه ان ان ان, إن اترفض ان تغييره مش معنى كده ان الدنيا راحت في حته تانية. لا الحمد لله احنا صدرنا الضغط المطلوب. مطلوب مننا كمان كلاعيبه ان احنا نبعد عن كل الالعاب المختلف عليها، نبعد عن حدود منطقه الجزاء، تبقى ذكي في الماتش، ذكي في التعامل جوه الملعب، مش عاوز لعبه فاول على حدود منطقه الجزاء، ما ده خطوره. مش عاوز لعبه تحتمل المعنيين انما هو مش هيروح يحط او هيساهم في احراز هدف لسان داونز، يعني او هياخد الكره بايده او برجله ويحطها في الجول. كل حكم موجود دلوقتي في القاره الافريقيه عينه على اختيارات الفيفا للمجموعه الصفوه اللي هيتم اعتمادهم في نهايه هذا الشهر شهر مارس، فاللي حصل في الفترات السابقه مش هيحصل الفتره الجايه. العناصر اللي كانت بتتعامل مع الحكام في الفترات السابقه ما بقتش موجوده الفتره الحاليه. الازمه الماليه اللي بيتعرض لها الكاف في الفتره الحاليه والفلوس اللي هيوفرها الاتحاد الدولي لمجموعه الحكام اللي هيختارهم هيخلي كل حكم بيشتغل لنفسه ولمصلحته ولصورته. طيب بس برضه جسامه بيبقى له طريقه كده، اما بيحب يحجم الماتش بيحجمه، اما بيحب يفتح الماتش بيفتحه. احنا شفناه في منطقتين متناقضتين تماما. مباراه سان داونز هنا في العوده باجماع اراء الفقهاء يعني ان هو كان سببا رئيسيا في ان النتيجه تخرج 1-0. تمام. ها ما انا مش هختلف معاك، بس المشهد اللي فات حاجه واللي جاي حاجه ثانيه. نتمنى بس احنا المفروض نعمل برضو الهوم ورك اللي علينا، أكيد نبعد خالص عن الالعاب المختلف عليها. ده اللي مطلوب من كل اللعيبه. وكمان في نقطه مهمه جدا، مش عايز اغلط نفس غلطه نادي الهلال لما حط جماهيره ولاعبته امام فكره ان الحكم ده جاي يخسرني. ما ده من رحمه ربنا علينا ان المباراه دي مش في ملعبنا، مفيش الضغط الجماهيري نتيجه ان الحكم اللي احنا رفضناه بالزبط موجود. بالظبط كده، بالظبط كده. وكمان ميزه سان داونز او جنوب افريقيا، الناس بتلعب كوره، ملهاش في الكواليس، ملهاش في اللعب خارج الملعب زي مثلا فرق معينه في فرق الشمال، فالوضع مختلف. فالمره دي الاهلي رايح عينه على 90 دقيقه يلعب ماتش كوره كويس، صحيح، ويركز في ماتش الكوره. وزي حضرتك ذكرت فكره الابتعاد عن الالعاب اللي فيها الشكوك، تقدر ان شاء الله تعدي بالمباراه لبر الامان. مطلوب كمان من المدافعين ان هم مشهورين جدا بالكرات العاليه، الكرات العرضيه، الكرات خلف المدافعين. طبعا ما توقعش ان احنا هنبقى في عندنا المساحات الجاب او الكبيره اللي موجوده، ده لازم تضيق كل المساحات. بالعكس لازم تلعب كومباكت اكيد طول شوطين المباراه، فدي مش هتمكنهم قوي من حته الكرات الساقطه او الكرات الله. ان شاء الله باذن الله، باذن واحد احد. انما على الجانب الاخر الكرات العرضيه هي مفتاح
اللغز بالنسبة لسان داونز إن أفقدنا هذا السلاح. إذا كان خط الوسط عند الموعد بالضبط وقام بدوره صح، فكرة الهجمة المرتدة والسرعات في التحول عند فقد الكرة، الميس باص اللي شفناه شوية مع الضغوط العصبية اللي كانت موجودة في الشوط الأول، محتاجين إن إحنا نتخلص منها تماما، إن إحنا نلعب بساط كتير جدا. إذا كان يمكن هو ده أكتر فريق في الثمانية مشابه لطريقة لعب الأهلي في حتة الاستحواذ واستخلاص الكرة واللعب تحت. أهم نقطة عنده في مباراة الذهاب توصل سان داونز انه وصل للاستحواذ بتاعه ما عادش 65%. أنا, انا 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 شعرت بعد الهدف الثاني كمان ان هو يوسلس، يعني هو مش قادر يجاري الاهلي في الضغط، كان عالي عليه في الشوط الثاني فعلا. ثم المخزون البدني برغم الاصابات والكدمات اللي احنا شفناها وطلت ثلاثه من اللاعبين، لكن كان الاهلي بدنيا حتى صفره النهايه الروح صح، الروح والجمهور. الجمهور ادى دفعه قويه وده خلى فيه روح عند اللعيبه كمان. صحيح صحيح صحيح. كل الامنيات ان مباراه السبت تكون توفيق حليف النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب الرمز والاسطوره. اكيد طيب. رسالته كمان كسفر لهذه البعثه ولهذه المباراه كرئيس للبعثه اكيد لها مدلولات كبيره جدا يا استاذ ابراهيم. طبعا 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 طبعا. يمكن لم تحضرني الذاكره ان رئيس للنادي الاهلي سافر في مباراه غير المباراه النهائيه. يعني تعودنا من الكابتن حسن حمدي حينما كان رئيسا للنادي الاهلي او حينما كان نائبا للرئيس في ايام المثل صالح سليم في المباراه النهائيه، يعني هذا المشهد الختامي بقيمه ان دي مباراه نهائيه انها تكون خارج الديار، يعني فبيبقى ممثل فيها رئيس النادي الاهلي او من ينوبه. لكن ما تحضرنيش الذاكره ان في مباراه الدور الثمانيه او في اول الادوار الاقصائيه ان يكون ممثل او حاضر رئيس النادي. دي كمان للمره الثانيه او الثالثه خلال نفس البطوله. لان هو شايفها انها مهمه قوي. اهميه البطوله عند الجمهور. ما انا بقول لحضرتك الكابتن محمود الخطيب بيمثل اهم براند الان في دولاب النادي الاهلي، البراندات اللي طلعت منه براند زي مختار التتش، براند زي ما صالح سليم، براند زي حسن حمدي، مع الحفظ لكل الالقاب ليهم، يعني هو اهم براند الان على الساحه في دولاب النادي الاهلي، ده حقيقي. مظبوط. اسمه ده بيساوي كتير جدا، اسمه بيساوي كمان في المشهد القاره الافريقيه وهو حاضر في المشهد برضو، اكيد برضو هيبقى في استحى شويه من اللعب او اللي بالي بالك او انتشار ظاهره الفساد التحكيمي اللي احنا عانينا منها سنوات طويله في القاره الافريقيه. كمان الشده مع اللعيبه اللي احنا قلناها او ذكرناها من شويه. كمان الاهم ان احنا كلنا كنادي اهلي على قلب رجل واحد او بمهمه واحده او بهدف واحد وهو التاهل كخطوه بإذن اولى الله. باذن الله. الله باذن الله للمربع الذهبي ومن ثم استكمال مشوار البطوله حتى الحصول على اللقب التاسع باذن الله. طيب كيف يتعامل الاعلام المصري مع تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني لسان داونز؟ لان تصريحاته هنا في مصر او تصريحاته حتى بعد ما وصل مخالفه تماما اللي اتقال خلال يومين اللي فاتوا، يعني كل تصريحاته طالعه في بعد براها انها تمرين مغناطيسي. بس انا شايف انها تصريحات واقعيه. بس ليه تصريح النهارده انا يعني وصل لي من احدى الاذاعات في جنوب افريقيا قال في تصريحاته عكس التصريحات اللي بينقلها الاعلام المصري عنه. قال في تصريحات كانت تصريحات بقى واقعيه بالنسبه لجماهير سان داونز نفسها. قال لهم 2-0 نتيجه سهل اني اقدر اتعامل معاها. نتيجه اقدر اكسب بيها النادي الاهلي. نتيجه اقدر اتعامل بيها مع هذه المباراه وجمهور وجوده معايا في ملعب لوكاس موريبا هيديني الدفعه ان اعمل نتيجه كبيره زي اللي عملتها السنه اللي فاتت. فبالتالي مع جماهيره في الاذاعات هناك عنده تصريحاته مخالفه تماما للتصريحات اللي عندنا. هو بالتاكيد ان هو محتاج، وانا بقول هي تصريحاته واقعيه. ليه تصريحاته واقعيه؟ هو هنا احترم المنافس تماما وهو ده اللي لقيناه فعلا في ارضيه الملعب. ربما الفرصتين اللي تهيأوا في الدقائق الاولى كانت ممكن تغير حساباته كلها. بس الحمد لله وتصدي دفاعات الاهلي ووراهم الشناوي للقصه افسدت خطته بالكامل. بالزبط. يعني هو كان عاوز اللدغه المميته في العشر دقائق، كان عايز يبدا يعمل، لكن الحمد لله يعني هو مدرب ذكي جدا حتى جدا الملعب. جدا 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 وعنده عناصر في الفرقه بتساعده على ده. يعني هذا المدرب مرشح، يعني يرشح لتدريب اي فريق، بس احيانا ممكن يكون الكيمستري مع الفرقه دي. بس هو مرشح لتدريب الوداد على فكره.
هو يستحق من السيزون الجديد يستحق انه يدرب اي فرقه ما يعني كبيره كمان في القاره الافريقيه بامانه. يعني مدرب ذكي جدا واقعي جدا. هناك بقى هو محتاج الجمهور، محتاج حشد الجمهور، محتاج ما لو قلت ان انا مش هقدر، طب انا الجمهور ده هيجي يحضر لي ليه؟ خصوصا كمان الجماهير مش بالشعبيه العريضه بالنسبه ل يعني كره القدم كمان مش هي اللعبه الشعبيه الاولى، لكن صحيح الجمهور هيبقى موجود، بس يعني مش لو فتحوا استاد عندنا فيه 500,000 متفرج هيبقى 500 طبعا هيبقى 500,000 هناك بيعملوا تحفيزات للجماهير عشان تحضر. يعني فكره مثلا انت تشتري وسحب على التذاكر وتشتري التيشيرت تدخل بيه الماتش ممكن بالظبط ده اللي حصل حتى السنه اللي فاتت. فهو محتاج كل حشد حواليه، محتاج ان يكون في مسانده من وسائل الاعلام عنده المحليه، محتاج ان يكون جمهوره حاضر وبكثافه في المباراه، بيحتاج يصدر رساله تفاؤل للاعيبته. فهو بالتاكيد ان هو بيقول ان انا ممكن اكرر بقى. طب يعني هل الاعلام المصري مطلوب منه ينقل تصريحاته بشكل مباشر او بشكل متواصل؟ الاعلام المصري ينقل تصريحاته هو فيه اهتمام بي وفيه اهتمام بالفريق باعتباره انه هيواجه الاهلي، فكل التصريحات اللي بتصدر منه. بس هنا خلاص الفرقه هناك، التصريحات دي مش هتفرق كتير جدا على الفريق كتير. عندنا احنا خلينا ما نقولش انها تنويم ولا احنا بنصدرها. لا. احنا بنصدرها لمين؟ لفرقتنا. بنصدرها لما بننقلها لفرقتنا. يعني مثلا فرقتنا على السوشيال ميديا دايما يا دكتور ابراهيم بيفتحوا تويتر وبيفتحوا الفيسبوك، دايما بيشوفوا المواقع الرياضيه المصريه على تويتر وعلى لهم اكونتات اكيد على تويتر وعلى الفيسبوك. لكن لما بيكون ليه تصريحات في جنوب افريقيا قليل جدا لما تنقلها، او قليل حتى لما لعيبتك تشوفها. فبالتالي بحس ان هو بيتعامل مع الاعلام المصري وكان الاعلام المصري ناقل للتصريح اللي عايز يقوله مباشره لفرقه النادي الاهلي. يبقى احنا في فخ او في كمين، المفروض ان احنا نلتفت كلنا ليه. اذا كان المؤتمر الصحفي اللي كان بعد المباراه للاسف كان كمين، وللاعلام المصري للاسف ساعدوا على ده. يعني حتى الاسئله اللي وجهت ليه كانت بتساعده على ان هو يقول المانشيتات والكلام اللي فيه تنويم مغناطيسي زي ما حضرتك بتتكلم. ال- 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 الفكره ان احنا ان الاهلي حتى للذين ينتمون لغير الاهلي في الاعلام المصري ان الاهلي ده فريق مصري. يعني خد بالك ما تبقاش اداه في ايده ان يبقى سلاح ضد فريق مصري او ضد النادي الاهلي بالزبط. خصوصا ان المفروض ان اللعيبه بقى يعني الاحترافيه الصحيحه مع الشده بتاعه الكابتن محمود الخطيب ووجوده في البعثه، المفروض ان انت تبقى اعزل نفسك شويه بقى على السوشيال ميديا. انت المفروض في حاله تركيز، انت في معسكر، انت في هوم وورك حتى تنتهي وتاخد الفول مارك فيه. خلاص الفول مارك هو انك ترجع من هناك باذن الله متاهل للمربع الذهبي ان شاء الله. فالمفروض برضو على اللعيبه ان هم ما يشغلوش بالهم قوي بالسوشيال ميديا، خصوصا ان حاله جمهور الاهلي نفسها الحاله الرائعه دي احنا لازم نستثمرها كتير. لازم لما يرجع الفريق باذن الله مكللا بالنصر باذن الله ان 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 يبقى في تعويض بقى خلاص. ان دي ده جمهور الاهلي، دايما نزود من ده، دايما نعلي من ده. الناس اللي راحت الماتش تنقل للي ممكن يروحوا ماتشات بعد كده، ان دي الروح اللي احنا عاوزين تبقى موجوده، وده الاتيتيود بتاعك اللي المفروض تبقى انت عليه في كل ماتشات الاهلي القادمه. لا تنجر ابدا ابدا مما يفعل الاخرون دول بيفعلوا ده عشان هم مشغولين بيك. انما احنا حققنا البطولات دي كلها لان عمرنا ما انشغلنا بيهم. يعني دي لازم الرساله اللي توصل، احنا عمرنا ما انشغلنا بحد غير بالنادي الاهلي. وكمان في نقطه ممكن البعض بيحاول يوصلك للاحساس ده عشان الجمهور ما يدخلش، لان اكتر نادي هيخسر حضور الجماهير هو جمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي. صحيح. دايما عايز الحاله دي على طول، لكن انت بتبدا بقى تتعامل مع الملف ده تحديدا ان انت لا تتجنب كل ده، ما تبصش لكل ده، وتركز على فرقتك عشان لما تحضر تبقى في ظهر فرقتك، عشان لما جمهورك يحضر. عاوز مشهد الدقيقه 39 هو اللي يكون دايما هو اللي حاضر. عاوز مشهد لما جم من كاس العالم في اليابان واستقبلوا البعثه، وكان وقتها المدير الفني مانويل جوزيه وهم في المركز السادس 2005 ازاي الاستقبال الاسطوري اللي تلاه على طول المركز الثالث في البطوله اللي بعدها البرونزيه في 2006 على طول. دايما ده المشهد اللي احنا عاوزين نصدره، دايما ان انت تكون دافع لفرقتك. احنا عاوزين ال 41 بطوله يبقوا 50 بطوله، عاوزين ال 37 بطوله الكاس يبقوا 70 بطوله، عاوزين بطولات افريقيا مش يبقوا 9 بس، عاوزينهم يبقوا 90 بطوله.
كل ما انت بتصنع للجيل اللي طالع ده بطولات، طول ما انت بتعمل سنه ضوئيه فرق بينك وبين اقرب منافسيك، كل ما عملت بطولات اكتر، كل ما انشغلت بنفسك اكتر، كل ما اللي غيرك اصبح بيبص لك من فوق اكتر. بالظبط. طيب فريق صن داونز من افضل الفرق اللي موجوده في دور الثمانيه، صحيح، بتلعب كوره بل اقواها واقواهم بالفعل. لو نظرت على نتائج الاربع ماتشات اللي اتلعبت في دور الثمانيه، شايف بالمقاييس وبالارقام وبالاداء الفني اللي حصل، تقدر تقول المباراه دي من افضل مباريات دور الثمانيه، ولا كانت في مباريات على نفس القياس ونفس المستوى؟ لا انا حسيت مثلا ان تي بي مازيمبي اتخطف من الرجاء. حسيت ان جريدو لعب بنفسيه المتآمر في مباراة النجم الساحلي، الوداد والنجم الساحلي. طبعًا. دي مش أول مشهد على فكرة لجريدو يعني. حسيت في مباراة الزمالك والترجي إن الزمالك في الشوط الثاني مع التراجع البدني الكبير لفريق الترجي نجح في إن هو يعني يسجل الهدفين ويصنع الفرق في نهاية المباراة. بس على فكرة أسوأ نتيجة في المباراة الأربعة اللي اتلعبوا هي نتيجة الزمالك والترجي. أسوأ أفضل يعني؟ ما هو كلها انتصارات. أحسن وحشين. أسوأ نتيجة. أسوأ نتيجة. إنها 2-0 2-0 2-0 3-1 نتيجة رزلة جدا. أنت بتتكلم إن الباقي الفرق محتاجة عشان تخرج لقدر الله 3-0، لكن المباراه دي عشان الفريق يخرج يبقى محتاج 2-0 2-0 فعشان كده بتبقى اسوا نتيجه يعني. اسوا نتيجه. مفتاح الزمالك في مباراه الترجي ان هو يسجل هدف ممكن يقتل بيه المباراه، زي ما هو مفتاحنا احنا في مباراه صن داونز ان نجحت في تسجيل هدف واحد، انت خليت المهمه مستحيله بالنسبه لفريق صن داونز بالتاكيد يعني. اكيد ان شاء الله باذن الله. كمان ان المشهد نفسه لو مدرب صن داونز ما عرفش او شاف الفرق اللي بين الاهلي السنه دي عن السنه اللي فاتت هيعاني هو نفسه في مباراه العوده، لان الاهلي في مباراه السبت الماضي في استاد القاهره لعب على نقاط قوه صن داونز، وطالما عطل هذه النقاط ابتدى يشتغل على نقاط القوه اللي عنده عشان يبدا يستفيد بيها. صحيح. ده المشهد اهو اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه يا دكتور ابراهيم. ده عام 2008. مظبوط. لما الجماهير كانت مستنيه الفريق، اعتقد بعد باتشوكا 4-2 بعد أعتقد. باتشوكا بالظبط كده، ده كان عام 2008، والمشهد الجماهير ده لدرجه حتى كان خلى وقتها ابو تريكه كان الحلوه على الحلوه والمره معاه. بالظبط كده، على الحلوه والمره. وخصوصا في الوقت في الاوقات الصعبه انا ببقى محتاج جمهوري اكتر. جمهوري المساند، جمهوري المدعم، جمهوري اللي ما بيخرجش عن النص. شوف الصوره دي من 12 سنه بس الواحد جسمه بيقشر ولسه بيسمعها، كل ما يجي يسمعها ويتفرج عليها لازم نسمع له بانصات. مفيش جوزي، انا اعتقد ان هو انحنى للجمهور في هو نده للعيبه كلها حتى تروح الجماهير، هو نفسه انحنى، لان في البدايه كانت اللعيبه كانت خايفه وقلقانه من المشهد في البدايه. صحيح. لما مستر مانويل نده للعيبه وراحوا للجماهير المشهد اختلف خالص. صحيح. حتى في لعيبه كتير عيطت في المشهد ده، منهم ابو تريكه في التوقيت ده كمان. بص حتى الجمهور ساعتها كان حتى بيعمل على الازاز ازاي في المطار. هي يا دكتور برين بص حتى اللعيبه لما راحت، لا مشهد كان مختلف تماما، وباذن الله ان شاء الله يتكرر في الفتره الجايه ان الجماهير تكون خير وساند للفريق في كل المراحل. مش حتة ان انت مباراة تكفر بالاهلي وبتاريخه. كابتن محمد ابو تريكه طبعا من العناصر الرائعة في هذه الفترة واللي قدمت الكثير للنادي الاهلي يعني. اكيد اكيد. فالمشاهد دي هو اللي انت محتاجها، والمشهد اللي كان عليه جمهور الاهلي في مباراه صن داونز لابد ان نقف امامه بالدرس طويلا 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 حتى نكرره، حتى يكون هو شعارنا. انا بطلب من كل واحد كان معاه تذكره في مباراه السبت الماضي ان هو ينقل على الاقل ل 10 او 15 من جمهور النادي الاهلي تاهي الصور حتى للملعب. قد ايه رائع على فكره. الاستاد كان اكتر من حوالي 40,000 45,000 والله مفرق. والله في الامارات في مباراه السوبر، بتحيه جمهور الاهلي اللي لعبته، ما كان من الممكن ان يترد باي هتاف في بعض الاساءه لولا ما المشاهد المؤسفه اللي حصلت. بالظبط كده. المشهد العام كان مشهد كويس، المشهد العام في بدايته كانت كويسه جدا. والصوره اللي كانت في استاد القاهره دي صوره ممتازه جدا. انا المشهد استاد القاهره ده تحديدا اللقطه اللي عملت باور قوي جدا للجماهير
وقت ما الجماهير نزلت ومعاها ادوات التشجيع. يعني هو ماشي ده اللي فرق بالفخر، بالفخر كمان هو ده جمهور الاهلي. لا ده ادى حاله ثقه ما بين الجماهير مع الامن ان الادوات دي موجوده عشان تعمل مسانده وتشجيع للعيبه. الادوات دي عارف فكره الثقه ما بين الجماهير والامن كانت الناس بتفتقدها لفترات طويله. اللي حصل في استاد القاهره المشهد الاخير ده، ده هنبني عليه السنوات الجايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الجميع ابتدى يبقى في حاله ثقه متبادله ما بين الجميع ان شاء الله. الامن قايم بدوره، الجمهور بيلتزم بتعليمات الامن وبيشجع فريقه. ان شاء الله يكون الاهلي حاضرا في مشهد المربع الذهبي، وان شاء الله نطلب 50,000 بقى المره دي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وجمهور الاهلي هيكون قدها وقدود سلوكا والتزاما ومسانده وتشجيعا. ها كمان يا ريت على السوشيال ميديا ان احنا لا ننساق لحته الرد الفعل المضاد دي. خلاص اهتم بنفسك، بقت في بيانات دلوقتي بشوف حتى على بيجيات حتى لو مش رسميه الجمهور بقى واعي. بقى عارف حتى لو كانت قبل كده البعض بياخدوا سكه التعصب كان لاهداف عشان يفقد الاهلي اهم عنصر. ما تضيعش وقتك في الرد عليه، ضيع وقتك في ان انت تكون مساهم في بطوله جديده للنادي الاهلي. بطوله جديده للنادي الاهلي ده عنوان مهم جدا حضرتك قلته دكتور ابراهيم. فعلا قدر الامكان حاول تكون مساهم في بطوله جديده لصالح النادي الاهلي. اهو المشهد اللي ساد القاهره، اهو مشهد من يومين. رائع جمهوره ده حماه. تخيل بقى الجماهير اللعيبه لما بتنزل ارض الملعب عشان تعمل عمليه الاحماء وشافت المنظر ده. انا شايف صور وفيديوهات لفريق سان داونز نزل ماسك الموبايلات بيصور بيها المدرجات بالكامل. صحيح، يعني بيتسو موسيماني خد الملعب بالكامل بيصور بيه مشهد الجماهير. لا هو مش هيقدر يلاقي المشهد ده عنده بالتاكيد. ده تقدر تقول ان ده 30,000. لا انت تخطيت حوالي 45 في هذا المشهد. دول 300,000 كانش فيه غير الثالثه المين بس اللي كان فاضل. لان كل مشجع من النادي الاهلي بعشرة بعشرة بعشرة. دي حقيقي. ال 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 جمهور الاهلي ده عظمته وانت بتشوفه الاهلي بيفقد بطوله الدوري بهدف اعتباري سنه 78. كل الناس بتقول ان الاهلي خلاص خرج من المولد بلا حمص. يعود الاهلي في نفس اللحظه وفي نفس الاسبوع ويحقق فوزا تاريخيا على الزمالك باربع اهداف مقابل هدفين ويحقق بطوله كاس. ويقال عنه ان هو بطل الدوري والكاس في هذا العام. العوده في 94، العوده في 2004. البعض اللي شكك وقال احنا الاهلي هناخد منه الدوري 10 سنين، نرجع عدينا ان شاء الله بناخد البطوله للمره الخامسه وان شاء الله عقبال المره ال 15. هو الاهلي دايما طماع للبطولات. انا عاوز مش بطوله، انا عاوز 10 بطولات. طيب الفرق المرشحه للوصول للسيمي فاينال، بنتكلم ممكن احنا على موعد مع ديربي مصري مغربي. اتمنى ان يكون اللقاء النهائي بين الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان شاء الله، اتمنى من كل قلبي. لكن قبل الخطوه دي الايه؟ قبل الخطوه دي قبل الخطوه دي انا يعني المؤشرات من بتقول ان هو ممكن يكون مغربي مصري. يعني مصري مغربي متقاطع. الاهلي والوداد والزمالك والرجاء. والزمالك والرجاء. احساسك وتوقعاتك بنميل للمشهد ده ولا ممكن تحدث مفاجات في مراحل الاياب؟ اعتقد ان مازيمبي مش هيكون سهل خالص في على ملعبه. اعتقد ان الترجي مش هيكون سهل خالص على ملعبه. اعتقد ان الوداد الاقرب في مباراه النجم الساحلي، اكتر مباراه تقدر تقول فيها فرص تاهل ماتش الوداد والنجم الساحلي. وان شاء الله الاهلي وصن داونز باذن الله. باذن الله ان شاء الله باذن الله. يبقى هو يعني دول الاثنين الاقرب. اعتقد ان الترجي والمازيمبي، وانا ان كنا نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك في مباراه الجمعه باذن الله، وان يكون التاهل حليفه في النهائي. احنا في النهايه بنتمنى الفاينل يكون مصري، الاهلي والزمالك. اكيد 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 طبعا. بنتمنى ان يكون في استاد القاهره. والله الملف ده مش عارفين هيخلص على ايه. حته التغيرات اللي بتحصل في الاتحاد الافريقي كل شويه. مش عارفين يعني على فكره يعني احنا ازاي سايبين ملف السكرتير العام للكاف انه ما يكونش من مصر. طيب اللي من ساعه نشاته حتى التغيرات الاخيره المغفور له باذن الله يعني كان اخر مصريا موجود في الله يرحمه. الله يرحمه عمرو فهمي. فاحنا محتاجين استعاده هذا المنصب سريعا. محتاجين ان مصر بكل ثقلها، بوجود هانيه بوريده، بثقلها السياسي، ان السكرتير العام لابد ان يعود مصريا لانها بلد المقر مصر. فلابد ان يكون مصريا، خاصه هذه الملفات التي روائحها تسكم الانوف. لابد ان يكون في مراجعه مع النفس،
لابد ان يكون المنصب ده في استعاده ليه، لابد ان نعيد حساباتنا كثيرا في لجان الكاف النوعيه، لابد ان نكون متواجدين اكثر واكثر واكثر واكثر، لابد الا نهمل هذا الملف او لا او ندع الفرص تضيع منا الواحده تلو الاخرى. يعني تعليقك على استقاله السكرتير العام، وهي استقاله مش مفاجاه والله، يعني البعض يعني انا مش عاوز يعني اكبر الموضوع واقول ان هي المفروض الاستقالات تمتد ان يعني ان تكون جماعيه او شبه جماعيه. الفساد طال رؤوس كثيره جدا في وده مش كلامنا احنا، ده كلام حتى الوكالات الاجنبيه والكاف، حتى كان طلع رد بيان بس بيان ما كانش واضح، فالعالم كله بيتكلم عن هذه الموضوعات. ربما ده يثير تفاؤل اللي انت دخلت عليه في موضوع جسامه، ان هو يكون في نوع من الـ من الـ من الـ من المخاوف من الغلط، او المخاوف من اننا يبقى في شيء خارج على النص او شيء مش كويس يعني. واضح ان التقارير اللي ظهرت الفتره الاخيره هي كلها تداعيات على بعض المناصب في الكاف الفتره الجايه، اكيد، لان حتى الاعلام المغربي نفسه اتفاجئ النهارده باستقاله وعاملينها صدمة معاذ حجي، عاملينها صدمة. بالظبط. لأن أصلا معاذ حجي ما كانش توجهه للاستقالة، يعني دولة المغرب الشقيقة، واحنا بنكن لها كل الاحترام والتقدير والشعب المغربي كله، بس المنصب ده من حقك، المنصب ده انت بلد المقر لازم تقاتل عليه. خلاص هو قدم استقالته، لازم يبقى فيه ضغوط من بكرة الصبح على طول اللي على الكاف. ده حقيقي. طوال من 57 نشأة الكاف وحتى الفترة الأخيرة، بس اللي هم أعتقد سنتين ثلاثة اللي ابتعدنا، هشام العمراني وبعد كده دلوقتي معاذ حجي، وكان ما بينهم عمرو فهمي، وكان بينهم عمرو فهمي الله يرحمه. المنصب ده من حقنا، لابد من استعادته، لابد من العمل على استعادته لمصر. صورة حتى عمرو، يعني دكتور إبراهيم عايز أقول لك، يمكن عمرو والله العظيم الأفارقة، أنا بشوف أكونتات كتير وحسابات كتير على تويتر الناس بتتكلم عنه إزاي، يعني عمرو رغم المدة القصيرة اللي اشتغل فيها في هذا المنصب، لكن فكرة ان شاب، والله بيقولوا كده بالظبط، شاب افريقي كان عنده طموح وكان عنده وعد، وكان ان الكرة الافريقية على الاقل ما كناش هنلاقي الفساد اللي موجود ده كتير، خصوصا ان هو كله فساد اداري. هو اللي عمل ضربة البداية، هو اللي كشف كل هذه الازرع اللي خلال اليومين اللي فاتوا، كشف العورات. يحسب له دوره مع جمهور الاهلي ومع الرابطة وحاجات كتير. يعني عمرو فهمي كان مساند لقضية مصر من خلال الكاف، وكان من قبلها ومن بعدها مساندا للاهلي، ورغم وجوده كمشجع للاهلي بس ما كانش دايما بيدخل الاحداث دي في منصبه جوه الاتحاد الافريقي. عمرنا ما اثناء توليه هذا المنصب بالزبط ما سمعنا ان الاهلي خد حاجه، يعني ده بالعكس. طب اقول لك على حاجه، بالعكس ده الاهلي ظلم كثيرا في الاهلي. اخر حدث حصل كان فيه ظلم بين وظلم كبير، ماتش الاهلي والترجي. مظبوط. اللي كان هنا واللي كان هناك. مظبوط يا فندم. عمرو فهمي كان السكرتير العام ومع ذلك لا، ما كانش ليه اي تدخلات في شيء، لان هو كان ساعتها لم يحدث على الاطلاق انه اوقف لاعب بالظبط بالكاميرات الفيديو، يعني او من الشركه الناقله. لا، السيطره كانت فوق. من الشركه الناقله دي؟ الشركه الناقله. الشركه الناقله. السيطره كانت فوق في المناصب الرئيسيه مش في السكرتير العام. السكرتير العام لو شاف حاجه غلط بيقول عليها غلط، لكن يحرك الامور لصالح نادي هو بيشجعه او نادي بينتمي ليه، ده ما حصلش من اي مصري في المنصب ده على فكره. بدليل مصطفى فهمي والد عمرو، لان يتوقف الكاف عن ابعاد الاهلي عن منصه التتويج. بقى احنا نستطيع ان نوقف الكاف مش بالصوت العالي، لا، بالدفاع عن حق الاهلي، باداء اللاعبين في الملعب، بالابتعاد عن كل الالعاب المختلف عليها، بالتركيز، بالحسم المبكر. هكذا نستطيع ان نقول للكاف لقد حان الوقت لكي يعود الاهلي الى مصر، وكل واحد ياخد حقه. احنا مش عايزين اكتر من كده. ادي ما عليك، اعمل الواجب اللي عليك، اكيد هيكون الفوز حليفك في النهايه. طيب، بردود الفعل من استقاله معاذ حجي خلال الساعات اللي جايه، النواب، في ثلاثه نواب لاحمد احمد، ممكن يكون في تحرك من احدهم الفتره الجايه لشغل منصب السكرتير العام، تعيين اي شخص في هذا المنصب. كل اللي جوه دائره الاتهام هتسمع ان هو بيقدم استقالته بالتاكيد، يعني او كل اللي هو خايف من ان تطول دائره الاتهام. الاستقاله لا تعني انه بره دائره الاتهام، ولكن هي بتخفف الضغط على الكاف لمواصله الاداء والعمل فقط، انما القصه هتطول اخرين بالتاكيد. هم مين؟ هو اللي هتلاقيهم بيقدموا استقالتهم في الساعات والايام. بس البعض بيستقيل مش فكره ان هو ليه علاقه بالاحداث اللي حصلت، البعض بيستقيل ان هو ممكن يكون البعض بيحطه في وش المدفع،
او في مكان المسؤوليه وهو غير متورط او انه خايف انه يتورط. يا يعني اما ان هو متورط بالاساس او انه خايف انه يتورط. ففي الحالتين هيبقى الايه؟ الابتعاد او النط من المركب او القفز من المركب. اما ضغوط كبيره مورست عليه دفعته الى الاستقاله، وهم انه خايف ان يكون في النهايه هو كبش الفداء او ان هو بالزبط. تطوله دائره الاتهام. طب هل الاحداث دي هي كلها تاثير على المسابقات الافريقيه؟ بالايجاب مش بالسلب. لا بالايجاب ولا بالسلب؟ لا اعتقد انه هيكون بالايجاب مش بالسلب على المسابقات الافريقيه للانديه. بص، مفهوم العداله نفسه يطهر ويرقي ويعلي من قيمه البطولات الافريقيه. ودي سمه غائبه كثيرا. الاهلي ابعد بفعل فاعل عامين متتاليين عن منصه التدريب، والوداد ابعد بفعل فاعل العام الماضي. ده حقيقي. عشان والوداد رايناه ما هو زاق من نفس الكاس. بالظبط، زاق من نفس الكاس. ابعد بفعل فاعل برضو عن منصه التتويج. فالقصه بتبقى بالمزاج وبالخاطر وبحسابات وبضغوط داخليه. كل الكلام ده لابد ان نتخلص منه، لابد ان نمارس ضغوطنا، لابد ان ناخد حقنا بال افضل كوادر بالتاريخ. افضل كوادر في القاره الافريقيه كلها مصريين. يكفي ان السكرتير العام للاتحاد الافريقي المهندس مصطفى مراد فهمي لما الاتحاد الدولي حب يستعين بخبرات افريقيه استعان بيه كمدير المسابقات في الاتحاد الدولي فيفا. يعني في اعلى من كده وارفع منصب؟ بعد هذا المشهد اصبح الفيفا هو اللي واصي على الكاف، في حين ان في وقتها كان الفيفا لما بيستعين بخبرات وكوادر اداريه بياخدها من الكاف. بياخدها من الكاف، وكان ممثل مصري مهندس مصطفى مراد فهمي. صحيح صحيح. ما اعرفش ظروفه الصحيه تتحمل العوده، لكن يعني انا بناشده لو عرض عليه ده ان هو يقبل. شخصيه عظيمه المهندس مصطفى مراد فهمي. طبعا طبعا طبعا، ابن عظيم من ابناء النادي الاهلي طبعا. اكيد. طيب الجزء الاخير اللي عايز اتكلم فيه فكره اداره الكره المصريه، وحضرتك ذكرت تعليقك على فكره لجنه الحكماء اللي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اتكلم على فكره ان اللجنه يكون لها دور شويه من الاحداث الفتره الجايه. هل دور استشاري؟ هل دور لتهدئة الأوضاع؟ لا، يعني أنا مش يعني هل خبرات؟ هو الراجل بيبذل مجهود كويس وطيب، بس مش هكذا تدار الأمور يعني. هو فكرة إن أنا لما أجيب لجنة وأجيب أسماء، احترامي وتقديري لكل الأسماء. هي لجنة حكماء مش على المستوى الرسمي. طيب الحكماء دي هتشور عليا بإيه؟ إن أنا أتدخل؟ طب ما أنا لو أنا شايف حاجة غلط، طب ما أنا أتدخل؟ تلحق الأزمة قبل ما تحصل. ألحق الأزمة قبل ما تحصل. ولا الفكرة إن هو يكون فلتر في الاتصال المباشر بينه وبين اتحاد الكورة. ممكن بعضه اتحاد الكورة بيحتاج الوزير في بعض الأمور، منها ما هو متصل بالنواحي التنظيمية، منها ما هو متصل بالأمن، منها ما هو متصل بالفلوس، منها ما هو متصل بقرارات السفر، حاجات كتيرة جدا. هل هي هتبقى فلتر ترشد او تدفع الوزير للتعامل بشكل ايجابي اكثر مع اتحاد الكوره؟ ممكن يكون شايف اللجنه الخماسيه اللي بتدير لجنه صداميه، لجنه ما بتشوفش المشهد بشكل اوسع، فبتحط مواعيد او بتخلق مشاكل بدون اي لازمه يعني. فحب ان هو عشان يحل المساله ديت وما يكونش في تدخل مباشر منه مع اللجنه، جاب خبرات وجاب اسماء كبيره في الكوره الناس كلها بتقدرها وبتحترمها عشان تكون حلقه وصل. انت مش مصدق ان هو ساهم في اختيار الاسماء دي كلجنه خماسيه قبل العرض على الفيفا؟ مين اللي قال يعني ان هم الفيفا كان يعرف منين عمرو الجنايني ولا محمد فضل ولا الاسامي دي يعني؟ لا، الاستاذ ماجد نجاتي لما كان موجود هنا ضيف عندنا في قناه الاهلي قال بشكل مباشر، كان المهندس هاني بوريده هو اللي موجود، وكانت ترشيحات لكذا من كذا اسم بيقعد مع الناس المسؤولين من الاتحاد الدولي عشان يتم الاختيار من بينهم. طيب يعني احنا بس اللي انا عاوز انقله لحضرتك يعني لازم نحترم عقليه المشاهد. هو كان مساهم في الاختيارات، الكابتن هاني بوريده كان مساهم في الاختيارات. وجزء كبير جدا من الترشيحات وتحديد الخمس اسماء دول كان الوزير وكان المهندس هاني بوريده. فالقصه هي مش قصه الصدام مع اللجنه الخماسيه او ترويض ما بعد الاطلاق يعني. طبعاً. لا، القصه الافضل ان احنا نقول ان هو في اخطاء واضحه من اللجنه الخماسيه، عليها ان تراجع نفسها وحساباتها، عليها ان ترشد من تصريحاتها، عليها الا تخلق حاله صداميه، ما طبعاً. عليها ان تلتزم بكلمتها وقراراتها وتلتزم باللوائح والقوانين. وتشوف حكايه الشركه الناقله دي، عاوزين نشوفها يعني، عاوزين في كل الماتشات اللي جايه انها تبقى بتتعامل مع الشركه الناقله يعني. اني شركه ناقله مش عارف، انا من لحد دلوقتي انا مش عارف هي انهي شركه ناقله، مش فاهم الموضوع. السوبر يعني. موضوع السوبر. طيب اوكي، كلمه اخيره تحب تقولها دكتور ابراهيم؟ كلمه اخيره ان كل الامنيات الطيبه للاهلي وفريقه في مباراه السبت.
كل الدعم والمساندة من الجمهور، الحالة دي تستمر إن شاء الله. إن شاء الله هيكون بإذن الله الأهلي من نصيبه التأهل المربع الذهبي، ومن ثم استكمال المشوار حتى الحصول على الأميرة التاسعة بإذن الله. إن شاء الله. نورتنا وشرفتنا، وأتمنى يكون بس المدة كانت كافية لمناقشة كل الأحداث الرياضية على الساحة. ربنا يخليك يا محمد، نورتنا دكتور، دايما بتشرف بحواري معاك. الله يخليك. الله يخليك يا دكتور. فقرة كانت مهمة جدا، وفقرة صحفية وإعلامية جاية في توقيت اللي احنا بنتكلم على أحداث مباراة الذهاب يوم السبت الماضي في البطولة الإفريقية، قرارات صدرت من الاتحاد الإفريقي منذ ساعات بخصوص السكرتير العام، مباراة العودة إن شاء الله يوم السبت القادم في بريتوريا، اختيار بكاري جسامة لهذه المباراة، والثقة كل الثقة في التحكيم الإفريقي في هذه المباراة إن شاء الله، لأن الوضع اختلف في الفترة الحالية عن السابقة، لكن في النهاية يا رب بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذه المباراة ويتخطى موقعة سان داونز ويتأهل إن شاء الله إلى مرحلة الدور نصف النهائي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، والتقي بكم إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. شكرا وإلى اللقاء.